سؤالها الأخير تقول: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟ أولا، الحلف على القرآن الكريم هذا لا ينبغي أن يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال، أنه يحلف على المصحف أو يحلف على القرآن، هذا لا ينبغي، بل يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو بالقرآن. والمؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف، لأن الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم. والمؤمن يوقر اليمين بالله ويحترمها، ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فإنه يكون صادقا ولو لم يكن ذلك على المصحف. أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا أو حلف أن يفعله ورأى مخالفة اليمين أحسن، فلا بأس، بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن، وأن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير، بل عليه أن يفعل الذي هو خير وإن خالف اليمين، ويكفر عن يمينه. نعم.